السلام عليكم إخواني أخواتي. قضية محمد حسن الموسى بدأت تأخذ منحا آخر. البارح وضعوا فيديو أو مقطع من فيديو للشخص اللي على أساس أنه هو محمد حسن خارج الفيلا أو بجانب السور، وكان بدون قناع. الكثيرين حطوا مقارنة ما بين صورة محمد حسن الموسى وبين الشخص، والأكثر يقالوا إنه هذا الشخص يعني وجهه قريب لمحمد حسن. أيضا حطوا بطاقة تعريف أو بطاقة إقامة ولكنها منتهية الصلاحية، قالوا إنها لمحمد حسن الموسى، وكأنهم يعني بدهم يوصلوا لنا مسج بأنه لا يمكن يعني شخص بدون إقامة رسمية يستطيع أن يعمل عند أي شخص، فما بالك إن كانت فنانة. أحب أقول إنه لما يكون واحد عنده سلطة يقدر يعمل أي شيء عشان يحصل على أي ورقة يحب، يعني مثل هالأوراق أو مثل هالبطاقات لا تضيع، تبقى دائما عند المؤسسة اللي مختصة بها. فممكن لأنهم ما عندهم نفوذ يمكن يحصلوا عليها شيء بسيط، يعني ماشي شيء حاجة صعبة، يعني ممكن يحصلوا على القديمة، ممكن هو عنده الجديدة وهم قلبوا على القديمة حتى يعملوا هالمشكلة، وممكن يكونوا زوروا، يعني كل الاحتمالات واردة. أيضا قضية الرصاصات 16، البعض يقول 17 والبعض الآخر يقول 18، المهم أنهم كلهم يعني عدد كبير. بعضهم قال بأنه ليسوا بكل ذلك العدد، فقط أنه المجني عليه كان قريب من الجاني، فلما طلق عليه الرصاص اخترق الجسد دياله من الأمام إلى الوراء، وهذا كله كلام كذب، يعني لا يمكن. نحن شفنا الفيديو، كانت طلقة واحدة اللي تحطت في الفيديو اللي نحن كلنا نعتبرينه مفبرك، ولازلنا مقتنعين بأنه مفبرك، لأن حتى لو حاولنا نقتنع أنه غير مفبرك، لماذا يقولون أنه هو قتل في غرفة البنات ومن بعد لقنا في المطبخ وكان الدم قليل بالنسبة لكمية الرصاص؟ أيضا الملابس لم تكن يعني ممزقة بسبب يعني المفروض الملابس تتمزق. أنا الاحتمال الوحيد اللي جاء على بالي، أعتقد مجرد اعتقاد، إنه الفيديو اللي تحطي البارح هو فيديو حقيقي لمحمد، لأنه كان كأنه كان ينتظر، يعني كان برا وكأنه كان ينتظر شخص ما، ممكن يكونوا قالوا له انتظر عندنا ضيوف وكان ينتظر ولم يكن يلبس قناع، يعني هو ما لبس قناع لأنه ما كانش في باله راح يعمل شيء، يعني هو يمكن ما بخطش لأي شيء فأكيد ما غلبس القناع. من بعد حاولت أفكر يعني بالوقت اللي كان هو اللي جاء، كانت تقريبا 11، يلا للفترة اللي بدأت فيها المسرحية كانت ساعتين تقريبا أو أكثر، أين هذا الوقت كله ما بين 11 حتى 1:53؟ يعني فين الفيديو؟ أين باقي أجزاء الفيديو؟ وهل كل مرة راح يعطونا جزء؟ يعني كل مرة راح يفاجئونا بأجزاء؟ المهم إنه في هالوقت حصل شيء. إن كان محمد حسن الموسى هو اللي ظهر البارح اللي بدون قناع، فأعتقد الفترة ما بين يعني ما بين الوقت تقريبا 11:30 أو 12 تقريبا، المهم في وقت معين ما بين هذا الوقت وهذا الوقت حصلت كارثة، ممكن والله أعلم، بما إنه إحنا شفناه أيضا من غير ملابس. أعتقد مجرد اعتقاد، مجرد تخمين، إن ممكن يكونوا هما أصلا خططوا القتل
صارت مش صار يعني لك إذا كان فعلا هو عنده مستحقات عندهم وما بدهم ما بدهم يعطوه مستحقاته، صارت مثلا نوع من المعركة الكلامية أو شيء، فقرروا أن يتخلصوا منه. فأعتقد أنه جردوه من ملابسه وبعدين تخلصوا منه، ومن بعد عملوا هذه التمثيلية لحتى يضحكوا على الرأي العام. هذا رأيي ورأي كثيرون، ليس رأيي فقط، مجرد تخمين. يعني إحنا الآن نخمن هك ونخمن هك، يعني لأن القضية يعني القضية كبرت كبرت جدا. المهم بدي أقول كل الاحتمالات واردة، كل الاحتمالات واردة. ف إذا كان حتى الجثة اللي كانت موقعة على الأرض بدون ملابس، يعني حرام، يعني حرمة الميت، أين حرمة الميت؟ صوروه وهو عاري وهو ميت، أين حرمة الميت؟ ويقولون إنه القسم الجنائي جاء للمكان وعمل بحث. لا، لا يمكن، مش معقول، كان لازم ياخذوه للمكان المخصص مو في مكان محل الجريمة، شيء لا يعقل. يعني استهانوا بهذا الميت والله أعلم في شيء، في يعني في حاجات وقعت وراء الكواليس لا نعلم ما هي، يعني حاجات كثيرة تخلينا نفكر كثير، كل واحد يحلل من عنده. للأسف هو راح مات مسكين ومات سره معه، ترك أطفال صغار وترك امرأة لا زالت شابة ترملت وأطفال تيتموا وأم مكلولة تبكي يعني حزينة على ابنها. وصراحة إحساس صعب، إحساس صعب. كلنا طبعا تعاطفنا معه لأن الوضع دياله يستحق أن نتعاطف معه، فهو أخونا. وحرام أهل سوريا ناس أصبحوا بدون وطن، بدون مأوى، بدون أمان، فكيف يعني نتخلى عنهم؟ لازم كل واحد فينا يقول كلمة الحق لحتى نوصلوا للحقيقة اللي كانت منه النيابة العامة أو الأمن الوطني في لبنان يعني يحقق العدالة مهما كانت الحقيقة. يعني إن كان مظلوم أو ظالم بدنا الحقيقة، هذا ما كان بدنا الحقيقة. استودعكم الله.